في الحقيقة وحنا مشرفين على نهاية يعني السنة الثالثة من هذه الولاية ديال البرلمان، فتنا أكثر من نص ديال الولاية. مع كل الأسف في كل محطة يتأكد الفشل ديال هذه الحكومة والاختيارات ديالها. وأكبر فشل هو أنه هذه الحكومة أعلنت بأنها هي غادي تدافع على الدولة الاجتماعية وغادي توفر التغطية والحماية للمغاربة، وهذا الشيء كله كيطلب تعليم اللي هو جيد ونجحوا في الكم والكيف، وخصنا الطب اللي هو في المستوى. اليوم مع كل الاسف بعد ما شفنا يعني تهميش ديال الاساتذه، وباقي البعض منهم اليوم موقوفين مازال ما رجعوش، قالك عاد غنشوفوا كيفاش غنديروا لهم. تنشوفوا التعامل ديال السيد وزير التعليم العالي مع الطلبه ديال الطب، يعني تيضيع عليهم سنه هكذا وهو تيعطي لراسو واحد السلطه حتى واحد ما عطاها ليه في الحقيقه. كيقول كان عندي قرار سيادي، واش هذا القرار السيادي جبناه من المكتب ديال ماكنزي ولا شكون اللي قال لنا نديروا هذا الشيء اللي بغى يدير هذا السيد الوزير، انه ينقل الطلبه من 7 سنين ديال الدراسه حتى 6 سنين. هذا الشيء فسرناه وعاودناه والمغاربه كلهم فاهمينه، انه ما يمكنلكش تكلم على الجوده ديال التعليم وانت باغي تنقص سنه من التدريب ومن التكوين. هذا الشيء راه ما كاينش، بالعكس خاص المستشفيات ديال العموميه نجهزوها، خاص كلية الطب حتى هي تجهز، خاصنا نوظفوا اساتذه ديال الطب جداد، خاصنا ما يبكونش الاكتضاد، خاصنا نبنيو كلية الطب في كل جهه، خاصنا نبنيو مراكز استشفائيه. هادشي كله خصو يدار. ولهذا اليوم كنشوفوا الطلبه اللي هما صمدوا وحاولوا انهم يفهموا السيد الوزير شنو هي المطالب ديالهم. عندهم ملف مطلبي اللي هو ممتاز، يعني يرقى الطب اللي بغينا يكون عندنا في بلادنا غدا. فالسيد الوزير عنده هاجس واحد هو انه يقلص من التكلفه، وباش قال لك هو هذا الشيء الفكره اللي جاته باش ما يبقاش المغاربه يمشيو اطباء الخارج، وهذا الشيء التصرفات ديالو والتماطل والتجاهل ديالو هو اللي غادي يؤدي بالاطباء باش يمشيو غدا للخارج، حنا ما بغيناهمش يمشيو. ولهذا ملي كنسمع الطلبه ديال الطب كيقولوا بانهم راهم غادي يقطعوا هذه الدوره الاستدراكيه لانه ما كاينش استجابه للمطالب ديالهم، زعما عييتوا يلا دخلوا ديروا داك الشيء اللي قلنا لكم حنا ديروه، اما المطالب ديالكم ما غنسمعوهاش، لا بخصوص يعني التنظيم ديال البحث العلمي، لا بخصوص التجويد ديال التكوينات ولا التدريب ولا حتى شي حاجه من هذا الشيء. حكومه غاديه كتبيع وكتقلب على تمويلات مبتكره وتتبيع في اللي ساعه شويه تبيع في كل شيء، وحتى كليه الطب كتقول لك فتحتها في شي قرينه في شي قنت ليه وما فيه حتى شي امكانيه ديال التنميه، بنايات اللي هي لا تليق. ولهذا انا تنقول بانه هذه الحكومه فشلات في واحد العدد ديال المجالات، وعلى راسها اليوم هذا المجال ديال الطب، وغادي تضيع الطلبه في هذه السنه. باقي شي سيمانه الا ما تلقاش الحل راه غادي تكون سنه بيضاء تماما، وحنا ما عرفناش اش غنديروا بهالطلبه اللي نجحوا بغا يدوزوا المباراه باش يدخلوا. غادي نزيدوا اكتضاد على اكتضاد، وغادي نزيدوا نضربوا اكثر فاكثر الجوده ديال الطب في بلادنا. هذا الشيء علاش؟ من التعنت ديال السيد الوزير ولا هذه الكفاءات التي لا تعرف الا الانصات للاملاءات الخارجيه، ما كتعرفش تسمع النبض والصوت ديال الشعب اللي هو باغي المصلحه ديالو وباغي المصلحه ديال البلاد. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.